برنامج أكاديمية مربوطة إعداد وتقديم أمين حسن. هندسة صوتية ومونتاج يوسف محمد. فريق العمل يتمنى لكم استماع موفق. أهلا بكم النهاردة ثالث حلقات برنامج التاء المربوطة. بما أن بدأنا أولى حلقات برنامج التاء المربوطة واتكلمنا عن فقرة العناية بالشعر، فالنهاردة هنكمل فقرة العناية بالشعر وهنتكلم عن حاجة بتهم كل بنت وكل طفلة أي كانت عمرك. الوصفة دي هتنفعك، الوصفة دي هتفضل معاكي طول العمر. وصفتنا النهاردة هنتكلم عن تنعيم الشعر أو كيفية التخلص من هيشان الشعر. الوصفة الأولى هتكون كالآتي: معلقتين زيت جوز الهند، ومعلقة صغيرة من عصير الليمون، ومعلقة كبيرة من ألوفيرا جيل. بالمناسبة ألوفيرا جيل ده بيتجاب من الصيدلية، لو ما لقيتيش ألوفيرا جيل هتجيبي زيت الصبار، ده يعادل ده. هنخلطهم كويس على بعض، وبعد كده تحطيهم على شعرك لمدة ساعة. الوصفة دي بتكرريها مرة كل أسبوع، ده ما يعتبر ان هو زي حمام زيت بتحطيه على شعر ناشف مبلول، مش هيفرق معاك في حاجة، بس بيدي نتيجة هايلة جدا. استخدميه طول حياتك، بيهبط هيشان الشعر جدا، بيقلل من هيشان الشعر قوي، بيخلي نعومة فظيعة للشعر، نعومة حلوة جدا جدا جدا. لو حابة تستخدميه خلال الأسبوع، يعني على مدار مثلا بعد كل شاور، برضو مفيش اي مشكلة، مش هيأثر في حاجة. بس في الحالة دي هنحاول نقلل من كمية عصير الليمون جدا، لان الليمون بيعمل تفتيح للشعر، يعني بيفتح لون الشعر. يعني لو شعرك اسود هيفتح اللون، هيتحول لون بني شوية، والبني يتحول لون افتح درجة، فدي معلومة لازم تخلي بالك منها كويس جدا. الوصفة التانية اللي هنتكلم عنها هي وصفة سهلة جدا، وعلى قد ما هي سهلة جدا هي حاجة كل بنت فينا بتروح بيوتي سنتر أو كوافير عشان خاطر تعمل بوتكس للشعر. بوتكس للشعر بيكلفنا فلوس خيالية، وبنعملها مثلا كل شهر لازم نروح نعمل عشان نحافظ على نعومة الشعر وعدم هيشان الشعر. من خلال برنامج التاء المربوطة بنقولك لأ، انت هتعملي البوتكس في البيت. الوصفة هتكون كالآتي: 5 معالق حليب، ومعلقتين كبار من العسل الأبيض. لازم يكون العسل طبيعي جدا أو يكون أصلي، يعني حاولي تجيبيه من مصدر واثقة فيه إن لازم يكون عسل النحل لازم يكون أصلي عشان يعمل معاكي مفعول حلو جدا. هنحط معلقتين العسل على 5 معالق حليب، ونقلبهم كويس لحد ما العسل يتشرب تماما مع اللبن ويكون سايل خالص، ما يبانش اي نقطه عسل باينه خالص. الوصفه دي بتعمليها على شعر ناشف، ما ينفعش يكون مبلول خالص، هتحطيها لمده 3 ساعة، وبعد كده تخشي تغسلي شعرك. طبعا زي ما قلنا احنا مش عايزين يعني نهايس الشعر من تاني او نقصفه من تاني، فلما تيجي تاخدي الشاور او تيجي تغسلي شعرك هتغسليه ببلسم عشان خاطر الشامبو بينشف الشعر شوية. وبعد كده هتسرحي شعرك، هتشوفي نتيجة مذهلة، نتيجة فظيعة جدا. حابة تعملي الوصفة مرة كل اسبوع، وحابة تعمليها كل 15 يوم زي ما انت عايزة، ما عليهاش خلاف تماما، يا اما مرة كل اسبوع يا اما مرة كل 15 يوم. الوصفة دي هتمشي عليها لمدة قد ايه؟ حياتي كلها، امشي عليها على مدار العمر كله. هي وصفة هايلة جدا جدا جدا، ووصفة حلوة جدا للأطفال كمان. يعني طبعا الأطفال احنا في المدارس، يعني احنا خلاص وصلنا لمرحلة المدارس، ف بنعمل بقى ضفاير ونسرح الشعر كل يوم، وتراب وهوا ولعب، فبالتالي بيحصل هيشان فظيع للشعر وبيقصف. فالوصفة دي أو بوتكس للشعر بيخلي الشعر ناعم جدا وهادي قوي، ما بيكونش هايش خالص. وبكده تكون انتهت حلقة برنامج التاء المربوطة، والحلقة اللي جاية هنتكلم عن مفاجأة حلوة جدا، هنتكلم عن ازاي تعملي بروتين طبيعي وكرياتين طبيعي. انتظروني على قناة فرسان التحدي على اليوتيوب، هنتظر منكم أسئلتكم استفساراتكم.
كنت مع برنامج أتائي المربوطة. إعداد وتقديم أمين حسن هندسة صوتية ومونتاج يوسف محمد.